في اليوم العالمي للكتاب تباينت آراء المواطنين الجزائريين لواقع المقروئية في بلادنا، ففيهم من يرى على ما يرام وفئة أخرى ترى عكس ذلك. توفيق ضيف الله. يحتفل الجزائريون كغيرهم من شعوب المعمورة باليوم العالمي للكتاب وحقوق النشر والملكية الفكرية المصادف للثالث والعشرين من شهر أفريل من كل سنة، تاريخ رسمته المنظمة العالمية لليونسكو منذ سنة 1995 للاحتفاء به. فما هو حال القراءة في الجزائر؟ ومطالعة الكتب إلى آخره، نقدر نقول لك باللي الجزائر في هذا الميدان ولا غير ما شاء الله راهي بخير. يعني الكتاب شغل ليسونس تاعي، فهمتني؟ لازم نمشي به. واقع وقفت عليه كاميرا قناة النهار تباينت فيه آراء المواطنين بين مؤيد لوجود انتعاش وصحوة للقراءة في قلوب الجزائريين، وبين من رآها في تدهور مستمر نظرا لطغيان وسائل بديلة عن الكتاب. انا نظن انه صح كاين ضعف قراءه باسكو كاين دوتغ زيليمون جوغ دوكا ولات كاين انترنت كاين لا تيلي دونك يا بلوس جوغ بكري كان ديستراكسيون القرايه. حنا عندنا من الناس ما تقراش، انا في ولادي ما يقراوش اي بورتو يونيفرسيتير. الكتاب الورقي والالكتروني وجهان لعمله واحده هي القراءه، بمناسبه وبغير مناسبه فهو غذاء للعقول. فهل ستتحسن وتلقى الإقبال رغم الإمكانيات الضخمة المرصودة لتوفير الكتاب للجميع؟